السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سأتحدث معكم يا أحبابي عن فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وقال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلساته: كيف يكسب أحيانا، كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا يضر